بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون ومنذ أن توليت مقاليد هذه المحكمة في 2 أغشت من سنة 2021 بدأ التفكير وبدأ التخطيط مع تلة من رجال الذين يخدمون بكل ثقة وتفاني في هذه المحكمة وخاصة في رئاستها. بدأ التفكير على وضع مخطط استراتيجي استعجالي للنهوض بهذه المحكمة، لا من حيث الهيكلة، لا من حيث الجمالية، لا من حيث اللوجستيك، ناهيك عن النهوض بعملها القضائي من نجاعة قضائية ومن إنتاج ومن تجويد الخدمات. من رحم هاته الأفكار، من رحم هاته المعطيات وخاصة تجويد خدمات المحكمة، جاءت فكرة الاشتغال بالمكاتب الأمامية أو بما يصطلح عليه مكاتب الواجهة لفرونت أوفيس. هذه المكاتب أعتبرها أنها من الجيل الجديد، لأنني كانت لي تجربة لما كنت رئيسا لمحكمة ابتدائية بسيدي بن نور، قمت بإنجاز مكاتب واجهة سنة 2018 ولقد استحسانا عند الكل، بل أنها أصبحت كما يقول كنموذج بيلوت لدى بعض المحاكم. لما وطأت قدمي هذه المحكمة مدينة فضالة، مدينة الفضلاء، التقيت برئيس كتابة الضبط ونائبته، كانوا في المستوى الكبير، وبدأنا نشتغل نحن الثلاثة ليل نهار، بل أصبحنا مهندسين، أصبحنا بنائين، رجال صباغة، رجال جبس، وكانت النتيجة كما تشاهدون المحكمة في حلتها الجديدة، من مكاتب أمامية، من طلائل لواجهتها، بل من تزيين لموقف سياراتها، لبستنتها، لجميع ممراتها، بل لتشويرها. كنا في المكاتب الأمامية في سيدي بن نور، كانت كما قلت لكم الجيل القديم، جيل 2018، أما جيل المحمدية فهو جيل 2021، إن لم نقول جيل 2022، حيث قمنا بتقسيم المكاتب إلى عدة شبابيك، كل شباك يعطي خدمات سريعة بجودة عالية مع نظام آلي ينادي عن المتقاضي حسب رتبته وحسب الورقة التي اجتباها من الناظم الآلي. كانت النتيجة مبهرة، تمكننا في فترة وجيزة من تحسين أداء الخدمات، بل من تحقيق الأمن القضائي والولوجيات، وصرف جميع الفضوليين من سماسرة ومن الذين يلطخون سمعة العدالة. أرجو من الله أن تكون هذه المكاتب دفعة قوية لهذه المحكمة، لا من حيث أداء الخدمات، لا من أي من حيث تجويدها، لا من حيث شفافيتها، بل أننا بواسطة هذه المكاتب قمنا بحوسبة جميع كما قلت لكم، حوسبة جميع التطبيقات، جميع من الكاتب، من تنفيذ، من قضاء قرب، من قسم قضاء أسرة، من تنفيذ، من تبليغ. ما زال همنا لتحقيق الرقمنة الشاملة ولتحقيق المحكمة الرقمية في أفق 2023، لما لا، خاصة وأنني أتوفر على طاقة من إداري وموظفين في المستوى العالي، خبر علم الإدارة، أبانوا عن علو كعبهم في 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 تحمل المسؤولية وفي أداء مهامهم بكل تفاني وإخلاص. المحمدية أصبحت من المحاكم التي تضمن وتحين أحكامها وملفاتها في حينه، بل أصبح لدينا تقنيين داخل الجلسة. في الأسبوع القادم سوف تزين المحكمة بشاشات عملاقة،
هي عبارة عن تطبيقات وعن سجل الجلسات لكل جلسة من مدني متنوع، من عقار، من جنحي، من قسم قضاء أسرة، من قرب، جميع الملفات. أي متقاضي سوف يحضر إلى جلسته وينظر للشاشة الملصقة في الجدران ويأخذ مبتغاه بدون عناء، بشفافية كما قلت لكم، تحقيقا للأمن القضائي، بل أن حكمه كذلك يكون محينا في حينه وينظر إليه بالشاشة. هذا غيض من فيض كما قلت لك. نحن دائما نسعى إلى تقديم الجودة، ولكن دائما في إطار العمل التشاركي، في إطار العمل الجماعي. أنا لا أؤمن بالعمل الشخصاني الانفرادي، بل أحب أن أعمل أفقيا وليس عموديا، لأن العمل الجماعي دائما يحقق النتائج المرغوبة ونتائج ممتازة. المحكمة في حلتها الجديدة، بل لو عندك صور لمحكمة في الأمس القريب لقلت هذه معجزة. وفعلا المعجزة ليست بالصعبة على إداريين وعلى فريق بأكمله. وشكرا.